طب مروة، ايه الجديد اللي جاي؟ تحضري لايه بقى؟ يعني لو طلعنا بره صوت وصورة هو انا لسه بكمل مشاهدي مسلسل. في صوت وصورة حاليا، والله الجديد لسه في حاجات، في يعني ناس كلمتني على حاجات كده جديدة بلاتفورم وكده، بس لسه يعني طب نفسك تقدمي ايه؟ نفسك تلعبي دور ايه؟ ما نفسي في حاجات كتير او قوي. جونرا ايه، نوع نوعية مثلا تحبي مثلا تعملي مثلا كوميدي؟ ايه اللي نفسك الجانر تقدميه اللي ما انا قدمتيهوش قبل كده؟ نفسي اعمل حاجتين، نفسي يجربوني في الكوميدي، كفايه عياط وبكائيه بقى لا وكفايه معاكي عز يعني. بالظبط يا جماعه، جربوني طب في الكوميدي، مش هتخسروا حاجه، وممكن الون شكلي واغير حالي خالص، هتلاقوني واحده تانية. ونفسي اعمل حاجات مركبه، انا بحب المذاكره قوي، يعني نفسي اعمل واضح. دور حاجات شبه زي بتاعت زمان كده اللي بقولك عليها، وشبه ناس بتعمل كده دلوقتي. نفسي حملوني، بس انتوا حملوني دور شيلوني ولا شيلوني، انها ما تقلقوش ما تقلقوش. مرة بحب قوي ميدل ستريب ونفسها تعمل الادوار. انا ممثلتي المفضله، وانت قلتي انك استعنتي بيها وانت بتشتغلي مع الدكتور خالد جلال، الدكتور بتمثلي خالد عليه طبعا. ازاي انت درستي فنون مسرحيه وحبيتي برضو ان انت تدخلي ورشه وتشتغلي في ورشه خالد جلال؟ هو الحقيقه من قبل ما ادخل الاكاديميه كان نفسي ادخل الورشه، بس هي كان وقت دخول الورشه مع اول دخولي في الاكاديميه اول سنه، فما كانش نافع الاثنين، بحب اركز في حاجه كده. الى ان خلصت ودخلت برضو الورشه. انا بحب طول الوقت اتعلم، بحب طول الوقت اشوف الناس عامله ازاي، واروح هنا واجي هنا، مهما وصلت بحس انه لا، في حاجه ناقصه، في حاجه لازم اغيرها. وعملتي ليلتكم سعيده، وعملت عملت سينما مصر مع استاذ خالد الورشه، وبعد كده استاذ خالد كلمني في ليلتكم سعيده عايزني في مشهد في مسرحيه، وانا بثق في استاذ خالد جدا ان هو ما يبقى عايزني في حاجه المشهد كان هو كوميدي، هو شايف ان ما حدش غيرك هيعمل المشهد. فبعتهولي، اول ما شفته كده شفت الكاركتر عامل ازاي، شفت حاجات من ريل ستريب انا اتفرجت لها عليها، فخدت منها بقى ضحكه على طريقه، على هي كانت حاجه كده ارستقراطيه. ايه اللي بتعملي؟ لا 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 كنت مستمتع وهي بتشتغل. لا خالص، حتى استاذ خالد اتفاجئ لما رحت له البروف على طول. ميريل ستريب بتقولي اكتر فنانه انت بتحبيها؟ عظيمه، ده حقيقي يعني، اختيارك رائع. انا بعشقها بعشقها، وكاترين زيتا جونز، وبحب ناس. وفي محطه ثانيه مع خيري بشاره، استاذ خيري بشاره عملتي حبيبتي من تكون، ده حقيقي. عملتي دور كاميليا؟ لا، كريمان. كريمان كانت هم خمس حبيبات لعبد الحليم حافظ، استاذ خيري بيطرحهم، وكانت السيناريست بنحييه خوخه الجميل. بقول له خوخه خيري بشاره جميل، كل الناس بتحبه، وحشني جدا. كانت الكتابه المسرحيه من استاذه عزه شلبي واستاذ احمد نبيل، فكنت انا واحده من ضمن البنات اللي المفروض بتجاربهم يعني مع عبد الحليم حافظ، بس انا كنت الحته شويه برضو بتاعتي فيها نكد وعياط، بس المسرحيه ميوزيكال ورقص برضو.